خلينا يعني نحكي كده مع حضراتكم شويه ونقول لكم نظام القرعه. اولا هيبقى فيه اربع مجموعات، كل مجموعه فيها اربع فرق، هيتاهل من كل مجموعه الاول والثاني للدور ربع النهائي، بعد كده هتحصل قرعه ومنها للدور نصف النهائي، وبعدها بطبيعه الحال المباراه النهائيه. نظام التصنيف هيبقى المستوى الاول الفرق اللي على رؤوس المجموعات، طبعا الاهلي بطبيعه الحال بصفته حامل لقب بطولتين من اخر ثلاث بطولات، والوداد المغربي بصفته حامل لقب البطوله الاخيره، واكيد الترجي التونسي اللي وصل للأدوار النهائية في آخر نسخ وكسب نسخة 2018 و2019، ثم الرجاء المغربي حامل لقب البطولة الكونفدرالية وصاحب التصنيف المتقدم نسبيا في إفريقيا. دول فرق التصنيف الأول، يعني الأهلي، الوداد، الرجاء، الترجي. بعد كده فرق التصنيف الثاني هتكون ان شاء الله هي الزمالك، سان داونز الجنوب افريقي، بيترو اتلتيكو الانجولي، هوريا كوناري الغيني، وكلها فرق مميزه، هي كوراكري عفوا الغيني، كلها اكيد فرق مميزه جدا، واكيد كل فريق منهم هيقع في لقاء مع الاهلي، اكيد هتكون المواجهه مش سهله باي حال من الاحوال وهتكون مختلفه جدا. لكن كل الاسماء اللي اتقالت كوم، لكن بطبيعه الحال لو القدر خلى ان اللقاء ده يجمع ما بين الاهلي والزمالك، اكيد كالعاده هتكون مواجهه ليها خصوصيه شديده جدا تتسق وتتماشى مع البعد الجماهيري ونسبه المشاهده العاليه في مصر وفي الدول العربيه كلها بالمناسبه، واكيد هتكون برضو تحدي خاص، خصوصا ان اخر لقاء بينهم في افريقيا كان نهائي نسخه 2020 لو تفتكروا، دي المباراه اللي فاز فيها الاهلي بالقضيه طبعا بتسديده قفشه. بص في حاجات كده في اي حاجه، حتى لو انت هتتكلم في مجالات مختلفه في الحياه، يعني ما بتتنسيش احداث كده، مشاهد معينه، لقطات معينه، صور معينه. في كره القدم برضو في حاجات طبعا ما بتتنسيش ابدا، والجوال ما بتتنسيش. لو هنتكلم محليا يعني اكيد الجول بتاع قفشه والقضيه ممكن لا يمكن ان هي تتنسي مهما عدى عليها سنين، تالي دي هتبقى خلاص او اتحفرت في الذاكره يعني. وده مش عشان حاجه، بس هي كانت فعلا يعني لا كان جول حلو قوي قوي يعني، تعب عليه اغاني كمان انا فاكره. وكانت قضيه فعلا يعني وقتها كانت قضية بالمعنى الحرفي.